بابا اخرت كده ليه؟ منى ازيك حبيبتي؟ مالك؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ تعالي 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 احكي لي. اقعدي اقعدي حبيبتي. مالك؟ مفيش يا بابا. مفيش ازاي؟ على فكرة انتي لما ما بتقوليليش اللي جواكي انا بتمنى ان انا اكون انا اللي موت امك عاشت عشان تحكي لها وتقولي لها كل حاجة. بعد الشر عليك بتقولش كده. انا بس متضايقة شوية. متضايقة من ايه؟ اتخانقتي مع حد من اخواتك؟ لا خالص. امال مالك؟ بابا هو ده وحشة مش حلوة؟ مين اللي قالك كده؟ انت زي القمر، انت احلى واحده في الدنيا. يا سلام، انت بتقول بس كده عشان بنتك صح؟ طريق بقى ان انت احلى واحده في اخواتك. واحلى من مروه كمان. اه مروه. تبقى مروه هي اللي زعلتك صح؟ لا 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 خالص صدقني. قول لي بقى من غير لف ولا دوران، انت كنت فين لحد دلوقتي؟ كده يا بابا؟ كلنا كنا قلقانين عليك. ممكن بعد كده لما تعوز تتأخر وسعي شوية. لما تعوز تتأخر تبقى تقول لأي حد فينا أو رد على تليفونك. حاضر. حضر لك الخير يا رب. يلا نتعشى؟ لا لا أنا ماليش نفس الأكل. ولا اتعشيت عند اللي كنت عندهم؟ ما أنا اتصلت بعم جمال وقال لي إن أنت رايح تزور أيتن. اتعشيت مع أيتن. حتى مسكت فيا وقعدت تحضني وتبوس فيا وكانت عايزاني بقيت معاهم هناك، بس طبعا ما ينفعش ما يصحش يعني. انت عارفه؟ عارفه. حتى ادتني الهديه دي عشان احط فيها المفاتيح بتاعتي. ميدالية. ها؟ طب هروح اعمل لكم انا شاي. ها؟ انا عايز شاي فعلا. الميدالية دي أنا اللي جايبها. قابلتك وحش ولا يهمك. كاميليا أنا آسف. آسف على إيه؟ آسف إن أنا ما قدرتش أوفر لكم الحياة اللي كل واحدة فيكم كنت تتمناها. على فكرة مش عارف، ربنا سبحان الله يعني أنا موظف أسمع الكلام وأطيع الأوامر وبس. إحنا مش عايزين أي حاجة غيرك. مش صحيح يا جميلة. لا صحيح. تقدر تقولي عندنا إيه أغلى منك بعد وفاة ماما؟ والله يا كاميليا أنا خايف يجي يوم تكرهوني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. عملتي ايه؟ ازيك 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 يا حبيبي؟ وحشتني يا بابا. وحشاني. الحمد لله على سلامتك. وحشاني كلكم. بقول لك ايه؟ ما تغنيني. والنبي يا بابا. يلا بقى. يلا يا بابا والنبي. هغني وتغنوا معايا.
بابا. عشان كنت سلبي، كنت عارف ان انت بتحب احمد وهو بيحبك وانكوا عايزين بعض، وسبت اختي تعمل فيك وفيه عشان بتتجوزوش بعض. لا يا بابا، وبعدين احمد ايه اللي انا بفكر فيه ده؟ اسف كمان يا بنتي، اسف لكم كلكم، أسف على الحياة اللي أنا عايشتها لكم. زينب كان عندها حق، أنا كنت سلبي وكنت راضي زيادة عن اللزوم وساكت. كلنا يا بابا راضيين باللي بيقسمه ربنا. لا يا بنتي، اللي بيقسمه ربنا حاجة، نحن بنعمله في نفسنا حاجة تانية خالص. طب ممكن تقوم تغير هدومك؟ معلش يا حبيبتي، مش قادر. على فكرة يا جميلة، أنا حبيتكوا أكتر من أي حاجة في الدنيا، والله ما بخلت عليكم أي جنيه في جيبي. احنا عارفين يا بابا، واحنا كمان بنحبك. قوم بقى غير هدومك. مش قادر، مش قادر. يمكن ما اروحش الشغل بكره. خدي ادي الفلوس دي لمروه. يا بابا سيبك من مروه، دي بنت بارده ومش هتبطل طلبات. معلش معلش، تقوم ده يمكن ربنا يكرمها في الشغلانه اللي هي رايحاها دي، وتحل عن دماغتنا كلنا.